حاجات في اخواننا التوانسه ان هم واقعيين وقنوعين شويه. لو سالتهم قلت لهم تلعبوا مباراتين جميلتين جدا قدام منتخب مالي ورايح جاي تقطعوهم وتخسروا ما توصلوش كاس عالم، ولا تلعبوا مباراتين سيئتين وتوصلوا كاس عالم والهدف اللي توصلوا بيه يكون اول جون، هتختاروا ايه؟ هيقول لك نوصل كاس عالم. وبصراحه انا منهم، اختار الخيار بتاع وصول كاس عالم ده. مبروك يا عزيزي، الحمد لله رب العالمين، وصلت لكاس عالم. المباراه الاولى سوسوكو جاب هدف في نفسه، والمباراه الثانيه لعبت على التعادل في ملعبك، والحمد لله ربنا كرم وقدرت انك تعمل دفاع عظيم جدا ومباراه دفاعيه عظيمه جدا. دفاعك كان صلب لمده 90 دقيقه، مفيش ولا كوره كانت على مرمى الحارس بشير بن سعيد. بس الناحيه الثانيه برده ما كانش ليك فرص خطيره، بس مش مهم. المهم ايه؟ انك سعدت كاس عالم. 4-3-3، نص الملعب بتعتمد على جلال الشعلاني، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، قدامهم المساكني وسيف الدين الجزيري ونعيم السليطي. خط الدفاع فيه ولدنا علي معلول ودراجر ونادر غندري ومنتصر طلبي، ووراهم بشير بن سعيد. المنتخب التونسي النهارده قدم مباراه جميله، المنتخب التونسي قدم مباراه جميله على حسب انت عايز منها ايه. انت عايز منها انك ما يخش في جوان وتوصل كاس عالم، خلاص وصلت كاس عالم ولا ما دخلش في جوان، الف مليون مبروك بقى. كرة جميلة؟ لا يا عم، كرة جميلة مين؟ الراجل جلال القدري معروف عنه ان هو ذو خلفية طليانية كاتناتشية، بيدافع كويس. بتدافع كويس خلاص، مطلوب منك انك تكسب. كسبت المباراة الأولى في ماني، خلاص المطلوب منك انك توصل كأس عالم. خلاص وصلت كأس عالم، مش عايز منك حاجة تاني. لا، موضوع أداء بقى ومش أداء مش مهم. في ماتشات تكسب ولا تلعب، والماتشين دول الراجل كسبهم وما لعبهمش. دي حاجة تزعل؟ لا. حاجة تقلل منه؟ لا، مفيش مشكلة بجد. المشكلة انك تدافع وتخسر بقى، انما انت ما دافعتش وخسرت، انت دافعت وتعادلت، وده اللي انت عايزه المباراة، لا أكتر ولا أقل. هتقولي بس كان في شوية ضغوطات علينا وكان في ضغط عصبي وشد عصبي والراجل غير الثلاث مهاجمين اللي عنده اللي هو يوسف المساكني وسيف الدين الجزيري ونعيم السليتي. هقول لك ما هو الراجل برضه عطى فرصة في آخر المباراة للعيب أنت كنت مستنيه إنه ياخد فرصة، وهو حنبعل المجبري، ونزل حنبعل المجبري في النهايه مكان نعيم السليتي، ويوسف المساكني طلعه ونزل الياس سخيري، وبلاي العيف محمد مكان محمد علي برمضان. اللي هو انا بدافع، بدافع كاتناتشو، كاتناتشو، بس انا عايز اصعد كاس عالم. اصعد انا كاس عالم ولا ما اصعدش كاس عالم؟ نصعد كاس عالم للمره السادسه ولا ما نصعدش كاس عالم؟ نصعد يا باشا كاس عالم، وقدم لي كاتناتشو، وقدم لي بيض، حط ال 22 لعيب قدام الجول، مفيش اي مشكله. المشكله انك ما تطلعش كسبان النهارده، والمنتخب التونسي طلع كسبان. حاجه تزعل؟ ما تزعلش. الناس بتوع الاداء الجميل، عايز اقول لك عزيزي لو ما عجبتك امشي المباراه وروح اتفرج في السيرك عادي، هتلاقي فين هناك عروض تفرحك كتير. انما النهارده مباراه كان المنتخب التونسي عايز يطلع منها بنتيجه توصله كاس عالم. التعادل السلبي يوصلك كاس عالم، او ما انت كسبت هناك في مالي 1-0، مش مهم بقى. سيب الكره للماليين وخد انت تذاكر كاس العالم. مرضي يابا، اخواننا الماليين مبسوطين بالاستحواذ، جميل الاستحواذ، شوف جزال على راي اخواننا الاتراك. بس الجزال اكتر ان المنتخب التونسي وصل كاس العالم. بس لان انت مثلا لو دورت هتلاقي الاستحواذ 64% ل 36% للمنتخب التونسي وفرادس، بس مش مهم. المهم ايه؟ هم خدوا الاستحواذ واحنا خدنا التذكره. اظن حاجه صفقه ممتازه بالنسبه للمنتخب التونسي وجلال القدري. مليار مبروك للمنتخب التونسي، 1000 مليون مبروك لجلال القدري، 1000 مليون مبروك لاخواننا التوانسه الوصول لكاس العالم. ان شاء الله تشرفونا انتوا واخواتنا المغاربه، وفي انتظار ان شاء الله المنتخب الجزائري يقدر يعمل نتيجه ايجابيه قدام منتخب الكاميرون ويقدر يصعد. عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش هو فيديو خفيف ولطيف كده لان المباراه كانت ممله، بس اهم حاجه انك عرفت تاخد اللي انت عايزه وهو الصعود لكاس العالم. فالف مليون مبروك ليك الصعود لكاس العالم.